اي نعم، هم اتركهم ولا تغتر بمدح هذا الرجل الذي يثني عليهم ويمدحهم. قد يكون فيهم خصال، قد يكون في أهل الضلال خصال فيها شيء من الطيب طيبة، لكن انظر إلى ما عندهم من الضلال، فلا تغتر بخصلة من خصال الخير وتغفل عن الخصال الكثيرة من الشر. وهذه أيضا حكمة عظيمة. ما بعض الناس يقول فلان عنده خير ولو كان منحرف، ولو كان فلان كريم، فلان كذا وكذا، اترك هذا كله ما دام انه صاحب ضلال وصاحب هوى فاتركه، ولو كان فيه شيء من الخير اتركه. كما ان صاحب السنة ولو كان عنده شر وما قد يصي فالزمه لانه صاحب السنة. نعم.